ومن حلويات العيد أكيد رح ننتقل لعند الأطفال يلي لهم الحصة الأكبر بالعيد. قديه ممكن إنه هذا العيد يعلمهم قيم ومعاني روحية؟ قديه نحن ممكن إنه كل الأهل يسيطروا على أطفالهم بحيث الأشياء المتاحة تكون بالعيد وشو هي الأشياء الغير متاحة ضمن الظروف يلي عم تعيشها أغلب الأهالي؟ اليوم حديثنا مع الاختصاصية التربوية لينات يوسف بخصوص هذا الموضوع. اكيد صباح الخير لينات، واهلا وسهلا فيكي. كل عام وانت بخير. صباحك وانت بألف خير ان شاء الله. كل عام وانت بخير وانت بألف خير يا رب. ان شاء الله يا رب دائما يا رب. بدايه خلينا نحكي عن العيد، قديش هو بيحمل قيم ومعاني روحيه معاني للاطفال. خلينا نحكي شوي عن هي الناحيه. تمام. هلا بالنسبه للعيد قيمه ومعانيه بالنسبه للطفل دائما هو البهجه، السعاده، السرور، انه يشتري ثياب ياكل حلو العيد، ناخذه على الالعاب. ما في عنده هو معنى ابعد من هذا الشيء، حتى انه يجتمع مع مثلا الاقارب، يجتمع مع الاحباء من فتره طويله تكون لهم مو مجتمعين، هيك بيكون بيحمل هذا المعنى لا اكثر ولا اقل بالنسبه للطفل، بينما نحن اللي عندنا المعاني. اليوم بنشوف كثير اطفال ممكن انهم ينزوا او ياخذوا هيك زاويه لحالهم بالعيد، او كانت حتى بالبيت، حتى انهم يرفضوا المشاركه بالزيارات الاجتماعيه والروحات والجيات وهي القصص. اليوم قدامهم يكون المشاركه بهذا العيد بالنسبه للاطفال قدامهم انه نحن لا نساعدهم اكثر، ما في تنزلوا لحالكم. حلو كثير السؤال، بس هون بيرجع يعني الاثر الحقيقي للروابط الاسريه اللي بتكون موجوده بالاسره، يعني الاسره هي اللي بتكون مسؤوله عن هذا الطفل. اذا كان قدران يتفاعل مع الاخرين او حابب العيد او لا، كون نحن من عنا يا اما نحن ما لنا متفاعلين كثير مع الطفل، يا اما لنا منبين له المتطلبات الحقيقيه من ملابس، من حاجات ضروريه للعيد، او حتى انه نخليه يجتمع مع اصدقائه بالشكل المناسب. احيانا بيكون الغلط فينا مو غلط بالطفل. وقت اللي بيكون في عندي انا طفل عم بيعاني من هذا الشيء، بده يكون في عندي انا مضاعفات او في عندي ملاحظات عليه قبل. اكيد انا ما رح استنى للعيد لحتى انتبه انه ابني منزوي. بده يكون في عنده يعني ملاحظات او اسباب او شيء يدلني انه هو عنده مشكله حقيقيه لحتى اقدر اعالج له اياها، لانه انا اكيد حياتي معه ما أنا متوقفه على العيد فقط. تماما. اليوم الاطفال يعني نحن حتى بنتذكر هدول الاشياء اللي ربينا عليها، بنتذكر انه كيف كانت فرحه العيد اللي هي الاساس، ثياب العيد، الالعاب. يمكن في لهلا في اطفال بنشوفهم انه بيخطوا الثياب فوق راسهم، هدول بيضلوا معهم ذكرى ليكبروا اليوم. لكن قديش مهمه هي القصص، بتضلها بذاكره الطفل لحتى يكبر انه انا كنت هيك سوي. هدول بيحملها عن جد لحتى يكبر. كمان قديش مهم نعزز لهم قديش حلو التبادل، القيم، عمل الخير بهي الايام، الاندماج، السلام. في اطفال بتلاقيهم انه في ضيوف ما بدنا نسلم، ما بدنا نطلع نعايد حدا. قديش مهم دائما ندمجهم بهذا الشيء، نحسسهم انه العيد مو بس ثياب والعاب، يعني بكل المعاني لازم الطفل بيحس باجواء هذا العيد. تماما. هلا هون وقت اللي نحن بدنا نحكي عن القيم والعادات اللي نحن متعودين عليها، نحن الشيء اللي بدنا نعطيه للطفل نخليه يكتسبه من خلالنا، نقول له انه العيد مثلا هو ما نوع عباره عن مثل ما ذكرتي حضرتك، نحن اصلا عم نتبادل العيديات، عم نزور الاصدقاء، عم نزور الاهل، عم نحاول اصلا نساعد المحتاجين بهذا الوقت. هلا خاصه نحن بعيد الاضحى نوضح شو معنات الاضحيه وشو معنات هذا الشيء اللي بده يصير. هو مو بس انه نحن هيك، هو انه هذا الشيء اللي هو متعود عليه، هو متعود انه الخروف هو نوع من انواع الالعاب. نحن بنشوفه بقصه كرتون، بنشوفه بقصه سلايه، نحن بنشوفه لعبه، بس هو ما نحن ما جبناه لحتى نعذبه ولحتى نحن الاصل شو الاصل من الاضحيه؟ نحكي له قصص سيدنا ابراهيم عليه السلام، انه شو الهدف من هي العيد الاضحى هذا نفسه؟ نحكي شوي عن مناسك الحج، نحكي شوي انه نحن كيف بنقدر انه نساعد الاخرين بهذا اليوم، والهدف من الاضحيه هو مو انه نحن ناكل ونتسلى ونفرج الاخرين انه ليكوا شوفوا نحن اكلنا لحمه وما بعرف شو ساوينا، نحن الهدف انه نساعد الاخرين وبنفس الوقت انه نفيد غيرنا بنفس الشيء اللي نحن موجود عندنا قدر الامكان. طيب لينات، اليوم كثير اطفال ما بتقنع بالاشياء البسيطه يلي موجوده بين ايديها، يعني بظل هي الظروف يلي عم يعيشوها العالم، شوي بيكون الطفل بده يقلد رفقاته، بده اشياء كثير كبيره يعني خارج مقدره الاهل. اليوم كيف نحن بنعلم الاطفال القناعه بالاشياء المتاحه عندهم؟
حلو السؤال كثير، لكن قبل ما اجاوب على السؤال رح اقول لك شيء. نحن قبل كانوا اهالينا يجيبوا لنا لبس معين، ياخذونا على العاب معينه، ياخذونا يطعمونا اكله معينه. نحن شو مفكر على مستوى تفكيرنا؟ مفكر انه هذا احسن شيء، مفكر حالنا نحن التوب. هلا مع التواصل الاجتماعي الموجود بين ايدين كل الاولاد، اي ولد حاس حاله انه اقل من غيره، ودائما هو عم يعيش حاله النقص، والام كمان للاسف انه هي عم تعيش حاله انه انا مقصره مع ابني، مع انه هي ما مقصره، بتحاول تعمل اكثر من طاقتها. يعني كثير اوقات بنلاحظ هذا الشيء، لانه نحن هذا الشيء عم بيصير علينا عبء على الطفل وعبء على الاهل كمان بنفس الوقت. القناعه هون نحن بنشتغل عليها كثير كثير اضعاف مضاعفه عن قبل، لانه هلا انت صار في عندك ما عاد في عنده بده لبسه وحده للعيد، بدي لبسات للعيد، ما عاد بدي اروح على هي الملاهي او هي الالعاب لانه في احسن منها، ما عاد بدي اكل هي الاكله لانه في اطيب منها. هلا انت صار في عندك اسه اعباء زياده. اول شيء بدي حمله شيء انه انا في عندي تحديد مسؤوليات او تحديد اولويات بحياتي. انا بالاول بدي احدد اولويات، يا منعمل هيك يا منعمل هيك، وبالاهم انه نعمل هيك. مثلا افترضنا كمان بدي اقول له انه انا في عندي ميزانيه هالقد، بدي هي الميزانيه بدها تأدينا هدول اربع ايام العيد، بدنا نعمل بدنا نشيل بدنا نحط. كمان بنفس الوقت بدي اعلمه انه يصبر، وبنفس الوقت انا ما ضلني انا والاب بالبيت اللي لاقول لك يلا انا ما عندي وما جبت، انه بس بدي اعمل له هي الحركات الولد اجباري بده يتعلم مني، بده يتعلم انه انت ما عم عملتي لي، ما جبتي لي، ما اخذتيني. اذا انا القدوه هيك عم بعمل قدامه فهو طبيعي يعمل هيك. يعني زادت الاعباء للاسف على الام، بس القناعه شيء عن جد شيء كثير صعب انها توصل له مع الطفل، بس بدها تتعب كثير، لانه هلا نحن يعني كل شيء كل شيء كل شيء صار متاح بشكل كثير فظيع. حتى يمكن هي موضوع القناعه لازم الطفل يتعود عليه من صغر، ما نجي لحتى يوعى على عمر معين نحن مدللينه وموفرين له كل شيء بده اياه متاح، وبعدين نجي بسن معين بدنا نعوده على القناعه. انت لازم تقتنع بهذا الشيء. كمان اليوم نحن عم نشوف يعني في اهالي يمكن حتى لبسه العيد ما نون قادرين انه يجيبوا لاولادهم لهي الدرجه. اليوم هذا الولد اللي متعود كثير على الدلال، كيف بده يقتنع انه ما يجيب لو حتى لبسه العيد، او يرضى باقل الاشياء اللي كان متعود عليها؟ صح، هذا الشيء بده يكون من البدايه، من البدايه بده يكون في عندك اساسيات للتعامل مع الطفل لحتى يقدر يعرف انه في حدود اول شيء للتعامل، ثاني شيء انه في قدره، لقدره شرائيه طبعا للام، قدره للصبر انه تصبر عليك على قد النقو والزن، وقدره للتكاليف الحياه الزايده. كمان بالاضافه لهذا الموضوع انه نحن عم نلاحظ انه دائما المغريات كثير كبيره، يعني المغريات بالشارع كبيره، مغريات بالمتاجر كبيره، حتى بالاجهزه الالكترونيه كثير كبيره. بضل دائما انه انت جبتي لهم فون عادي، لا بدي ايباد، بدي 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 شيء جديد، بدي شيء احدث، بدي الاحدث، بدي بدي الشيء الافضل، بدك تاخذيني على هذا المحل الالعاب كثير فخمه وكثير واو. تمام، بدك تجيب، يعني هي القصص الموجوده حوالينا هي عم تعملنا عبء زايد، بس هذا الشيء عم بيزيد كمان عبء على الام، لانه هي بدها تضلها كل شوي انه تعلمه انه انا في عندي قدره لهذا الموضوع، في عندنا قدره نقدر نشتري هذا الغرض لانه غالي بهالقد. صرنا كنا قبل نقتنع انه لانه اصلا ما كان في قدامك كل هالانواع او كل التفاصيل الموجوده، كان في مثلا نوع معين تنوره للبنت، فستان، هلا صار في عندك قصص، صار في عندك انواع، صار في عندك يعني حتى الانواع تغيرت، حتى النوعيات تغيرت، حتى الفيسبوك مثلا عم يخليهم هن يصيروا انه بدنا نعمل مثل فلان الفلاني، هو بيكون حدا مهم او حدا كثير مشهور بالسوشيال ميديا بس بده يعمل مثله. الفكره الاهالي لما بيكونوا مقتدرين ماديا لحد معين ما بيقدروا يحرموا ابنهم من شيء، هذا نوع من الدلال، بيوفروا له كل شيء، ما بيخطر على بالهم يمكن انه رح يجي يوم من الايام تتغير هي الظروف او تتراجع هي الظروف. تماما، بس للاسف انه لحد اللحظه اللي نحن عم نحكي فيها حتى المقتدرين ماديا هن عم يعانوا من نفس الحديث اللي نحن عم نحكيه، لانه افترضنا على مستوى بلدنا في اشخاص كثير هن قادرين يوفروا كل شيء لاولادهم، افضل نوعيه من اي شيء نحن عم نحكيه، هو صار عينه لوين؟ لبرات البلد، فلان بالبلد الفلاني عنده كذا الكذا الكذا انا بدي مثله، عرفتي؟ نحن وقت اللي عم نوفر له كل هذا الشيء نحن عم نحط حالنا باعباء زياده، وعم نحط حالنا مكان ضيق، وعم نحطه هو نعرضه ل يعني عم نعرضه لضغط نفسي انه انا ليش انا ما عندي،
بدل ما هو يعرف انه لا اطلع على الشيء اللي عندك، شوف الشيء المتاح عندك، انه انبسط بالاشياء الموجوده عندك. صحيح، وخصوصا هلا بعصر التكنولوجيا والاشياء الموجوده بين ايدين الاطفال والصور والفيديو يلي عم يشوفوهم، يمكن تصير القناعه عندهم صعبه. اليوم كيف ممكن للاهل بدورهم، ان كان الام يمكن اكثر شيء لانه هي متواجده مع الطفل اكثر من الاب، كيف ممكن تسيطر على افكار ابنها من الاشياء اللي عم يشوفها من خلال التليفون، عبر السوشيال ميديا؟ ممكن يشوف اشياء كثير غاليه او اشياء كثير صعبه انه الاهل يامنوا له اياها ويصير بده منها، كيف ممكن هون نحن نسيطر على تفكير هذا الطفل بحيث انه الاشياء المعقوله المتاحه بين ايدينا كمان بنفس الوقت ما يحس انه هو انحرم من شيء تماما؟ هلا نحن وقت اللي بنكون نحن مربعين الطفل بالاساس انه هو يحس بالاخرين، بالبدايه يحس بالاب والام، بيعرف انه انا هذا الغرض اللي انا عم بطلبه هو اكثر من طاقه اهلي، هو لحاله ما راح يطلب. وقت اللي انا بدي اكون محتضنته بشكل جيد، وقت اللي انا بكون عم برعاه بشكل جيد، وقت بنكون في نقاش وحوار بيناتنا بشكل جيد. هلا نحن اتفقنا من قبل انه دائما الطفل من عمر السنتين هو قادر يستوعبك وقادر يسمع منك شو عم بتقولي، وبنفس الوقت بيقتنع منك. يعني هلا انت بتفكري انه انا عم بتناقش انا وشخص ما عم يفهم علي، لا عم يفهم علي وعم بيقدر وعم يعرف كل شيء انا عم اقوله تماما. يعني دائما الاهل لازم هيك يتحملوا هاي المسؤوليات بالعيد، شو بدهم يلحقوا بين مصاريف واكل وانتباه على الطفل بحيث ما يوقع، وين بده يروح وين بده يجي. هيك اليوم بهي الايام المباركه خلينا هيك نروح للجانب الروحاني شوي، كيف نحن ممكن هيك نعزز هذا الجانب عند الاطفال ونزرع فيهم قيم العيد اكثر؟ تماما. هلا وقت اللي نحن بدنا نروح على نجيب اغراض مثلا على سبيل المثال، كلياتنا بنعرف تجهيزات العيد من توزيعات العيد وضيافات العيد ولبسات العيد. وقت اللي بدنا نروح نجيب نحن اغراض، اذا في عندنا غرض ما في داعي نكرر نجيب زياده، واذا في عندنا شيء شغله بحاله جيده بصغرت علينا صغرت، مو لانه نحن بدنا نجيب شيء ثاني، وقتها بنقدر نفيد فيها غيرنا، نعزز هي الروح. وحتى اذا في عندنا حدا بنعرف انه هو بنفسه او جع باله يكون عنده شيء معين هو ما انه قادر يجيبه، بعزز عند ابني هذه الفكره، انه شو رايك نجيب لفلان ماما، نجيب له مثلا لعبه، نجيب له حذاء، نجيب له تيشيرت، نجيب له اي شيء ثاني. بهي الطريقه هو بيتعلم انه انا هذا العيد مو بس انا لحتى اتفاخر على رفقاتي او حتى على القرايبين الموجودين او لحتى ابرز حالي اكثر، بهذا الوقت انت بتكوني علمتيه كثير قيم، وبنفس الوقت انت عيدتي انت وياه بهذا العيد. تمام. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي التكنولوجيا قديش اليوم اثرت على احتفالات العيد؟ يمكن حدت منها صارت المعايدات، حتى يمكن الاطفال تاثروا بهذا الشيء، صار الطفل يمكن بفضل يقعد على الجوال افضل ما يطلع يلعب. خلينا نحكي شوي عن هي النقطه المهمه. هلا نحن ما رح نحط كل الحق على الكورونا، بس هن من وقت الجائحه اجت نحن بسببها نحن قعدنا بالبيت شوي وحاولنا انه نبعد ونساوي، بس هلا وقت اللي صار في عندنا الوسائل موجوده صرنا نحن عم نعمل استبدال. يعني ما في داعي يروح لعند فلان زياره وقطع طريق واتعذب والى ما هنالك، لا خلص يلا ببعث له مسج على التليفون وقامت خلصت. حتى الهدايا، حتى عم تكون الهدايا انه هي هدايا على التليفون، انه اعملي له بعتي له بعتي على شيء ان جيبي له كذا، هيك يعني هيك نحن صرنا. هذا الشيء طبعا اثر بشكل سلبي لانه نحن الهدف الاساسي من الزياره والهدف الاساسي من الهديه هو هدف معنوي، ما له هدف مادي، نحن حولناه لهدف مادي. دائما كمان بالعيد بتتعزز الروابط اكثر، ونعتبر انه العيد فرصه لحتى نحن نشوف العالم اللي غايبين عنا، اللي صرنا زمان ما زرناها، نعزز الروابط اكثر، صله الارحام ما تنقطع. يعني بتلاقي انه هيك فرصه عند الاطفال ممكن ما كثير يستوعبوا هذا الشيء. بنرجع للموضوع الاولاني انه كثير من الاطفال بيرفضوا الزيارات مع اهلهم وبدهم يروحوا لاماكن ثانيه. طبعا هون بيرجع الحق مثل ما قلنا، والسبب الاساسي هو الاهل. الهدف الاساسي نحن وقت اللي بيكون في عنا عيد، وقت اللي نحن بنعمل زياره للاخرين سواء الجد والجده او حتى الاقرباء، مو بس هن بحاجه زيارتنا ونحن بحاجه هي الزياره، لانه الروابط هي كثير بتكون اساسيه وضروريه. تماما. يعني اليوم مثل ما عم نحكي انه الاهل المرجع الاساسي هو الاهل، اليوم الطفل بده يتعلم كل شيء من اهله. اليوم التسامح هي النقطة المهمة اللي ما ذكرناها، اليوم في كثير أشخاص بيكونوا يمكن ما بيتحاكوا، بيكونوا
في مشاكل بيناتهم حتى بين يمكن العيلة الوحدة. اليوم لما الطفل بده يشوف هاي قيمة التسامح عند الأهل، إنه نحن اليوم خلص في عيد لازم ننسى كل هذا الشيء اللي صار، قديش هذا مهم لما الطفل عم بيشوف العكس رح ينزرع معه لحتى يكبر ويضلنا بنفس التفكير. تماما. لكن قديه بيشع قدام هلا الحديث بيجيب حديث ثاني او بياخذك على الشق الثاني بالنظره، انه مثلا قديش بيشع الطفل يشوف اثنين كبار واعيين قاعدين عم يختلفوا على موضوع ممكن مهما هي مواضيع الحياه كلياتها على فكره سخيفه وتافهه. قديه بيشع هذا الموضوع ونحن عم نعزز له قديه يصير حقود، يصير لئيم، يصير كلامه كثير لاذع بوقت كثير حساس. يعني هلا نحن بحاجه الكلمه الطيبه، بحاجه النظره الطيبه، بحاجه الاحساس الحلو. تماما. وبنفس الوقت الاطفال اكيد ما بيعرفوا يمثلوا ولا يكذبوا، فهنن اهاليهم قدوه لهم وبيقلدوهم بكل شيء عم يتصرفوا. بدنا نتشكر وجودك معنا اليوم لينيت، وشكرا لكل النصائح اللي قدمتيها. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك، اهلا وسهلا، ينعاد عليكم بالخير يا رب.